نبدأ هذا الجزء الثاني لنتحدث عن دور بشار الأسد داخل هذا النظام، صعود دور أسماء الأسد زوجته، إضافة إلى موضوع سوريا إلى أين، مع ضيفنا الأستاذ فراس مصطفى طلاس. أهلا بك. حضرتك طبعا جزء من هذا النظام والوالد رحمه الله كمان، يعني كيف تصفون علاقتكم بحزب الله قبل أن تتغير ببداية الثورة السورية؟ كيف كانت علاقتكم؟ ممتازة. يعني وكان يكون في لقاءات دورية، في لقاءات دائما دائما. حسن نصر الله كان بزيارات عند الوالد، خلينا نقول على الأقل بالسنة مرة أو مرتين. طيب شو القاسم المشترك؟ يعني اليوم وقت اللي حزب الله ومشروع بالداخل اللبناني هو يتناقض مع مفهوم الدولة، يعني إنشاء دولة له مشروع توسعي، شو هو يعني شو الرابط بينه وبيننا كعائلة؟ ما هو نحن عم نحكي بالسياسي هلا. بالسياسي نحن جزء من عائلتنا بلبنان هن شيعة، يعني نحن كعائلة سنية بالرستن، جزء من العائلة من 200 سنة نتيجة حدث جرمي وثأر عبر وراح إلى بعلبك واستوطن بريتال، وهنيك شيعة فتشيع، وهدول جزء مهم من حزب الله. فمن هون نشأت العلاقة. يعني صبحي طفيلي وخضر طليس الله يرحمه، هالمجموعات كلها من بريتال، من اللي تلتا بيت طليس اللي بيعتبروا الوالد كبيرهم. فبالتالي من هون جرت الكل، يعني سواء موسى الصدر بعدين صبحي طفيلي. كيف يعني المشاهد طبعا بحب يعرف انه كيف كان وقت اللي تزور حسن نصر الله، كيف كنت توصل لعنده؟ وين؟ بأي منطقة؟ كنت روح على أوتيل فاندوم ببيروت، أنا بحبه لأوتيل فاندوم، ويلاقيني الحاج حسين ونروح بسيارته لعند السيد. تدخلوا على الضاحية؟ بدخل على الضاحية بباركينج، عدة أبنية تحت بعضها والباركينج متصل، فبالتالي أنا ما بعرف بأي بناء هو موجود. ندخل من الباركينج وبنطلع الدرج وبيكون عم يستنانا السيد، نقعد نص ساعة ساعة ساعتين. يعني هو كان بهذيك الفترة ببناء، كان ببناء. عايش فوق الأرض. إيه كان عايش فوق الأرض. وهلأ يعيش تحت الأرض؟ ما بعرف، بظن لا فوق الأرض كمان، شخصيته ما بتسمح له يعيش تحت الأرض، بس الدخل لعنده ما نسهل. يعني ما بالنسبة لي، بالنسبة لي هم يعتبروا العلاقة كتير ودية. يعني بعد في علاقة بترتبط بحزب الله؟ لا، في علاقة ببعض الأقرباء اللي هن من حزب الله كعلاقة قرابة، يعني ما أنه، ولكن بالسياسة أبدا. أنا على الضفة الأخرى تماما. تمام. حتى حسن نصر الله تواصل مع الوالد بال 2015 انه ناقل لك رساله من السيد الرئيس بترجع وانت بسوريا معزز مكرم ويلي بدك اياه، بس الاولاد هدول اعدائنا. فبالتالي قال له الوالد انا بباريس وكلياتنا اعداء. طيب بالفتره اللي كان فيها حزب الله والنظام السوري بلبنان عام 2005، اثناء بفتره اغتيال رفيق الحريري ودور النظام السوري وتنفيذ حزب الله، ماذا تذكر عن هذه المرحله كشخص كان جزء من النظام السوري بهذيك الفتره؟ هلا بالنسبه بعقليه النظام، انا رفيق الحريري بحبه كشخص لانه رجل دوله حقيقيه ورجل مستقبل. يعني انا كانسان ليبرالي، لا تعنيني الطوائف ولا تعنيني، فبالتالي كشخص ليبرالي بتطلع على رفيق الحريري كمثل اعلى، فكنت بحبه كشخص. بس النظام لا، كان بيعتبره عدو. يعني بشار الاسد، حافظ الاسد ما بيحبه لرفيق الحريري ابدا، ولا بي يعني قبل ما حبه، حتى وقت اللي انفرض كرئيس وزارة انفرض، هو حافظ أسد اللي فرضه، بس بناء على أصرار من الرئيس الهراوي، من عبد الحليم خدام، من حكمة شهابي، من غازي كنعان، كلهم حاوطوا لحافظ أسد وقرر بتسمية رفيق الحريري، أنه إنقاذ لبنان الوحيد يجي رفيق الحريري رئيس وزارة. يعني لا سهراوي قال له لبشار لحافظ أسد بدك يعني انجح بلبنان وتنجح أنت، جيب رفيق رئيس وزارة. ويحكي الواحد الحق، رفيق الحريري قدم للأسد الأب والأسد الابن الكثير، بس كمان بالنسبة لهم هن بعقلهم، سواء الأب ولا الابن، أنه رفيق الحريري عنده مشروع، عنده مشروع يعمل زعيم عربي سني على سوريا وعلى لبنان، وكان عندهم القناعة ورؤية عن لسان بشار الأسد أنه أحد المقربين من رفيق الحريري سمع بشار الأسد حديث مع رفيق الحريري. للأسف هي بعلم السياسة موجودة كثير، بيسجلوا لبعضهم أنه رفيق الحريري عم يقول قريبا مثل ما حافظ أسد حكم سوريا ولبنان أنا رح أحكم سوريا ولبنان.
فهون زاد خلينا نقول زاد اللؤم على رفيق الحريري. وحزب الله ما نصحاب مع رفيق الحريري لأنه هو مشروع غير مشروع ويختلف عنه. هو بده يبني دولة، بده يبني دولة حقيقية، بده يعمل استقرار، بده يعمل ازدهار. طب شو هي النقطة الفاصلة؟ ليش الفاصل؟ شو هو اللي فصل؟ تمام، هيدي كلها المرحلة بشكل يعني عم نوصف هذه المرحلة، ولكن كان رفيق الحريري على رأس عمله، على رأس موقعه، وكانوا السوريين على علاقة كويسة برفيق الحريري، علاقة مو كويسة، علاقة منضبطة. خلينا منضبطة. طيب شو كانت النقطة، شو كانت الفصل يلي احتلال العراق؟ اجوا الامريكان صاروا بالخاصرة، رفيق الحريري عنده علاقات قوية مع الامريكان وصاروا بالخاصرة، فبالتالي بلش خلينا نقول بالنسبة للنظام السوري، عم بحكي لك من وجهة نظر النظام السوري، انه رفيق الحريري عم ينسق مع الامريكان لغزو سوريا واسقاط النظام. فبالتالي وقت اجى القرار 1559 النظام بيعتبر يلي مطالب بخروج سوريا، النظام بيعتبر انه اللي كتبه مروان حماده باوامر من رفيق الحريري، وهي بشار الاسد عنده اياها بقناعه كامله ومرسخه انه هو رفيق الحريري عم يشتغل ضده مع امريكا وفرنسا ليطلع من لبنان ولاسقاط حكمه. فمن هون بس في تسجيل على فكره فرنسا كان انتشر بين حديث بين وليد المعلم ورفيق الحريري، ويؤكد رفيق الحريري انه ما كان عم يشتغل ضدهم وانه هن عم يبنوا توهمات. يعني طبعا انا عم اقول لك وجهه نظر النظام السوري، ما قلت لك وجهه نظر رفيق الحريري. رفيق الحريري حتى لو عم يشتغل ضدهم، يعني اذا بدك اي انسان عاقل لازم يشتغل ضدهم، ورفيق الحريري حدا عاقل، فبالتالي عم يشتغل للاستقرار بلبنان. لتبني بلد حقيقي بلبنان لازم يطلعوا السوريين، ولازم حزب الله يتحول لحزب سياسي. ما فيك تقول لا لازم يطلعوا حزب الله، لانه حزب الله برايك هالسببين انه اخراج السوري من لبنان وتحويل حزب الله الى حزب سياسي كانوا السبب باخذ القرار؟ من اتخذ القرار؟ اتخذ القرار السوري او اتخذ القرار الايراني، ولا اتخذ القرار مش حزب الله يعني؟ مشترك سوري ايراني. كان بعد العلاقه متكافئه بين اثنين تماما، القرار مشترك سوري ايراني والتنفيذ سوري حزب اللاوي. سوريين كمان اشتركوا بالتنفيذ تبع اختيار طبعا يعني. لانه طلع كل اللي كانوا موجودين بلبنان من المخابرات السوريه وتم تصفيتهم بالتدريج. وهيدي يعني معلومه، لانه اليوم حزب الله يقول انه هذه محكمه مسيسه ونحن لا علاقه لنا باغتيال رفيق الحريري. يعني انت عم بتقول انه كشخص كان بالنظام بهذيك الفتره هو متعارف عليه انه ترك اول 6 أشهر من اغتيال رفيق الحريري، لأنه كانوا مأخوذين بالموجة وتحمسوا من بعد 6 أشهر ورجع للأحداث. كل تصرف قام فيه حزب الله بلبنان بتدل أنه هو الفاعل، كل 6 أشهر على مبدأ. حتى إذا بدك من بعد 2008-2009 بقى يعلنوا أنه أخي نحن عملنا. بعيدا عن الدلالات، هل لديك معلومات بعيدا عن الدلالات؟ إحنا ما في معلومات، لسبب أنه هيك شغلة بسوريا عمليات التصفية والاغتيال بتتم على قصاصة أو شخصي، يعني بيستدعيك بشار الأسد بيستدعي 3 أو 4 ضباط ومعروفين بالاسم انه فلان اشتغلوا على تصفيته. فالقرار كان ايراني سوري انه اشتغلوا على وتم استدعاء الضباط الى دمشق واعطيت الاوامر لهم بدمشق ليشتغلوا. وبعدرا بين عدرا والضمير موجود البقعه اللي تم التدريب فيها على التفجير، اذا فيك تروح تشوفها وتشوف الطريق كيف محطوط باتجاه الفينيسيا. اشتغلوا بدقة ونفذوا بدقة. فيديو أبو عدس لحاله بيبين أنه والله عم يشتغلوا صح. لكن التمرين على اغتيال رفيق الحريري تم بسوريا تماما بين النظام السوري وحزب الله، وحزب والقرار كان إيراني سوري أنه يجب التخلص منه. خلص صار أكبر. وما بعرف بمقابلة يمكن بال 2004 و 2005 وقت رفيق الحريري قال له يمكن لزاهي وهبي ما بعرف مين عم يقابل، قال له ما في حدا اكبر من بلده، لانه هن اتهموا انه رفيق الحريري بده يلعب دور بسوريا ولبنان وليس فقط بلبنان، انه بده يسيطر على لبنان. برجع بقول قناعاتهم، واللي بعرفها لانه انا كنت بهذاك الطرف، ولو انه كانوا ينظروا لي كبطه سوداء دائما، بس انا بعرف شوي زياده كثير غلبه كنت. تفاجأ النظام السوري بانه الرئيس الحالي ميشيل عون أصبح حليف بعام 2006 لحزب الله، واليوم يعني الرئيس الحالي ميشيل عون ومن المفترض معاداته للنظام السوري أنه يكون اليوم بنفس الخندق هو وحزب الله الحليف الأول والصديق للنظام السوري. هلأ ميشيل عون أول شيء من
قبل من هو بفرنسا معجب جدا بحسن نصر الله. يعني أنا عندي حادثة مع والدة صديق لإلي، هي كتير عونية، فكانت مع الجنرال بباريس، المسا بتقول له لابنها انه حط لنا على بيروت السيد، هلا بده يقول له السيد، قالت له الجنرال بيحبه معناتها هو منيح. عم نحكي بالتسعينات، فبالتالي هي لك قصه بالتسعينات، وما تنسى العون تربايه حاره حريك، فبالتالي تربايه المنطقه، وهالمنطقه هي كلياتهم بينظروا لحسن نصر الله، حتى مسيحييها ما بنطلع هلا طلع قبل، مسيحيها بينظروا له بنوع من التقدير. فميشيل عون ينظر ومعجب بحسن نصر الله. ما اذا بتشوف كيف بيلتقي فيه، حتى بيلتقي فيه نظرات اعجاب ميشيل عون بحسن نصر الله. فما بيعتبره حليف، لا بيعتبر انه والله لازم يتمنى ان يكون حليفه. يعني لننتقل من داخل لبنان على الحدود اللبنانيه السوريه. في تغيير ديموغرافي عم بينعمل على الحدود اللبنانيه السوريه لصالح حزب الله ولصالح الإيرانيين. هل هذه تأتي بأوامر إيرانية؟ وشو موقف بشار الأسد من هذا الموضوع؟ تأتي بأوامر إيرانية وإلغاء الحدود. يعني هناك بهالمنطقة ما في حدود، ما في لا دوريات ولا حدود، منطقة طبعا بتروح لها مو غير منظمة، لا ما في حدود، مزارع الحدود ومزارع حتى الحدود القديمة يعني. غير مرسمة، فبالتالي حزب الله بيديرها بالطرفين، بشقيها السوري واللبناني، وبيديرها بالكامل. نظام أو بشار الأسد غير مطلع على أي تفاصيل بهذه ولا المنطقة؟ ولا موجود، وما أنه موجود بالمنطقة أبداً. إذا موجود عبر الأهالي الموجودين أو بيبعث مخبرين أو بيبعث، لأنه النظام السوري ما بيرضى أنه والله تكون عم تعمل شيء على أرضه، وبنفس الوقت ما بيقدر علناً يقول لك، فعنده مخبرين عنده ولا أي كلمة. يعني اليوم هالتغيير الديموغرافي على الحدود اللبنانية السورية، التشيع اللي عم بينعمل بمنطقة سيدة زينب وحتى يعني بالعاصمة السورية دمشق، إذا بدك التشيع الأخطر واللي هو الأصغر اللي شرحت لك عنه عم يصير بالمنطقة الشرقية، بيصير على الكوريدور، يعني ميادين الدير الزور هالمنطقة عم يشتغلوا على الاولاد، على الاطفال، فعلا على الاطفال، 7 سنين 9 سنين 10 سنين، زائد عم يشتغلوا بدمشق وحلب والمناطق الثانيه على الاعلاميين. كل شاب شاطر بالاعلام بعثوا على ايران دوره دلال اهتمام، بيرجع اول دوره الثانيه الثالثه خلص صار بي يعني بعكل التناقضات مع يعني. بس في شغله يا خديع، انه دائما جزء كتير كبير من الناس بيقول لك طيب أنا لا يعنيني بشار الأسد ولا تعنيني تركيا ولا يعنيني سوريا، أنا يعنيني المنتصر، فأنا بيكون جزء من المنتصر، فإيران تتصرف بأنه أنا المنتصر انضموا لإلي. وبأغلب الصراعات بالعالم كتير كبرت الجيوش، لأنه وقت اللي بتوصل على منطقة الناس اللي بدهم يوقفوا مع المنتصر بهالمنطقة يصيروا جزء منها، وهذا الخطورة على المنطقة العربية كلها من إيران، أنه في كتير ناس بدها تكون مع المنتصر. طيب اليوم أين بشار الأسد يعني من كل هذه التناقضات اللي عم نشوفها داخل العلويين، وبرز اسم أسماء الأسد بالفترة الأخيرة، وتقارير غربية تحدثت عن دور الصاعد لأسماء الأسد بالداخل السوري؟ هلا بشار الأسد كشخصية دائما لازم يسمع من حدا، فكان يسمع من باسل الله يرحمه أخوه، بعدين صار يسمع من أبوه، بعدين وقت اللي توفى أبوه وقبل وفاة أبوه بسنتين، لأنه حافظ أسد من 98 بلش يضيع ويوعى يضيع ويوعى، وكل المقربين بيعرفوا هذا الشيء، فكان يسمع لخاله محمد مخلوف، وبعدين وبقيت خاله وولاد خاله لهم الكلمة العليا، حتى باجتماعات كان يشاور خاله بعد كل اجتماع، يعني مو أنه في بعض الاجتماعات خاصة مع الأمريكان مع كذا، شو رأيك خاله، شو رأيك، الرأي لك، يقول هداك أنت الرئيس بس أنا بشوف أنه تعمل هيك. لل 2017 آخره 2018 بدايتها دخل بلش الألزايمر بمحمد مخلوف إلى أن توفي. هون برزت أسماء، كبر أولاده وبرزت أسماء، أنه لازم، هو بيعتقد أنه أسماء حدا بيفهم بالاقتصاد كثير، ومشكلتنا بسوريا اقتصاد وليست سياسة، فبلشت هي تأخذ القرار، عملت شيء اسمه لجنة المتابعة تتبع لها بالكامل، تعطي الأوامر لرئيس الوزراء بالكامل، تتدخل بأمور غير معتاد بأنه سوري. يعني أسماء الأسد بتزور جمرايا مثلا، بتزور مركز البحوث وبتقعد مع العلماء، شو العلاقة؟ حتى المدنيين بسوريا ما لهم علاقة بهذا الموضوع، لا هي دخلت إلى راحت لجمرايا درسة وقعدت مع العلماء وطلعت على المشاريع وطلعت على كل شيء. يعني بتستغرب أنه ليش أنا حدا يعني عم يتابع المشهد يعني السوري في مشاهد ما عم بعرف، ما عم لاقي لها تفسير، وانا حدا صار عمري 60 سنه
يعني بعرف النظام من جواته ومن براته. امرأة تدخل إلى هذا المركز العسكري؟ هلا ماذا في عالمات في نساء بمركز البحوث، بس امرأة مدنية تماما، امرأة مدنية ما لها علاقة بمركز بحوث تدخل على مركز بحوث، هذا مؤشر كثير ملفت، مشان ما نقول هام يعني أو خطير. كما هو معلوم يعني المعلومات هيك المسربة على موضوع أنه مركز البحوث اليوم اللي موجود بالداخل السوري تكتنف كتير السرية حواليه، ولا يمكن يعني حتى بشار الأسد تأخر لا يعرف، مثل ما خبرتني قبل أن أدخل إلى المقابلة. ويعني بشار الأسد ما بيعرف كان شو فيه بجمرائي، مع أنه يروح كان على مركز البحوث قبل ما يستلم الرئاسة، لأنه دائما مركز البحوث اللي بيعرف من السوريين هو جزء هام من نظام الحكم السوري، بسبب الكيماوي، بسبب الأنتراكس اللي هي الجمرة الخبيثة، بسبب تطوير الصواريخ. حافظ أسد وقت اللي أنشأ مركز البحوث ودعمه كان عم يفكر بنظرية توازن الرعب مع إسرائيل، إنه إسرائيل متفوقة علينا بالطيران، متفوقة علينا برا، نحن بنتفوق عليها بالسلاح الفتاك الإجرامي، يلي هو طبعا ما بيسميه إجرامي، بيسميه إنه توازن الرعب، يلي هو الكيماوي والجمرة الخبيثة. فكان مركز البحوث هو اللي عم يطور هذا الشيء، وطوره ببراعة للأسف، يعني ما إنه عقول عالمة، في علماء سوريين طبعا كان تدربوا كلهم بفرنسا وبالغرب، صار في تعاون مع ألمانيا، صار في تعاون مع كوريا الشمالية، مؤخرا دخلت إيران على الخط، فمركز البحوث السوري صرف إيران موجودة، دخلت موجودة وبكل مفاصله، صارت إيران موجودة وبكل مفاصله. قبل لا، بقي مركز البحوث لل 2014-2015 بعيد عن التدخل الإيراني، بس الإيرانيين وبرأيي دخلوا على مركز البحوث ليسيطروا عليه مشان ما يدخلوا الروس ويسيطروا عليه، فبالتالي خاصة بعد الكيماوي، بعد نكتة تسليم سلاح الكيماوي، طبعا لا تسلم ولا منها، تسلم جزء بسيط والباقي تم إعادة توزيعه بمخازن كثيرة، وهلأ طبعا رجع يشتغل الكيماوي السوري، يعني رجعوا المخابر. وبتم تصنيع الكيماوي بقلب مركز البحوث؟ بقلب مركز البحوث. نعم. دخلت اللجنة شيء على هذا المركز؟ اللجنة الدولية؟ لا، طبعا دخلت من قبل على غير مراكز. هيدا المركز تحديدا لم تدخل اللجنة؟ لا. فينا بعد تحدثنا عن رامي مخلوف والعلاقة مع بشار الأسد، وأنه كان بشار الأسد يستمع إلى والد رامي مخلوف بفترة من الفترات، بالفترة ما قبل وفاة حافظ الأسد. اليوم تفاجأ الناس بالخلاف الذي نشب بين بشار الأسد ورامي مخلوف. منك فينا ناخذ خلفيات هذا الصراع، هذا يعني ما هو غير معلن وغير معلوم. انت استغربت انه صار هالخلاف بين بشار الاسد وعرفت مبكرا جدا، وعرفت دائما عندي مصادر، احيانا يكون المصادر كثير صغيره بس هي بتعرف على الحدث، واحيانا يكون لحدا مهم بيعرف ومشارك لانه انا حدا بيعرف البلد منيح ولي علاقات كثير قويه، فبالتالي وقت اللي انه معقوله، اي نعم، تم استدعاء الكل، تم جلب الكمبيوترات، تم جلب الكذا، طبعا بلشت تابع القصة، لأنه مخلوف كانوا مسيطرين على الاقتصاد السوري وهو الجزء الأكبر من الاقتصاد السوري، لقيت أنه لا، الخلاف حقيقي، لأنه الخلاف مع أسماء وليس مع بشار، وبشار قال له تصرفي مثل ما بدك، وقطع أي علاقة مع رامي، يعني ما عاد يسمع لرامي، ما عاد ياخذ اتصالات رامي، رغم أنه رامي وحافظ كانوا أقرب شخصين لأنه حافظ مخلوف طبعا العميد اللي مبعد بسبب عائلي آخر، فبالتالي هون أسماء بلشت سيطرت على البستان، بعدين على الأموال كلياتها، الأموال اللي بسوريا كلياتها تم نقلها لصناديق لأسماء، أخواتها، أولاد خالتها، أولادها، شركات موجودة بأوروبا وبالخليج ومعقدة جدا، معمولة بنفس طريقة الشبكات، محامين لبنانيين وإنجليز وجنوب أفريقيين عاملين شبكات معقدة من الشراكات، عم تنتقل الملكيات بكل مكان من آل مخلوف إلى ولا يبقى جزء مهم لبيت مخلوف، مو أنه التنازل عن كل شيء، لا، بيت مخلوف بياخدوا جزء، آل الأسد بياخدوا جزء وبتوزع أجزاء تانية. طيب اليوم حين ترى مثل ما بدأنا هذه الحلقة أنه بشار الأسد لا يزال رئيسا، هناك حديث عن أنه طالما بشار الأسد نجح بالبقاء رئيس بكل هذه الفترة، فإنه آل تلاس حضرتك
وأخوك مناف محكومين إعدام بسوريا. مزبوط. ما بيخطر على بالك أحياناً أنه لماذا أنا انشقيت عن هذا النظام؟ لا، قرار ضمير، فبالتالي ما هو قرار مدروس، قرار ضمير بحق. يعني لو اعتقدت أنه هالقد رح تطول هذه المرحلة كنت أخذت هذا أو تشوف اللي أنت شفته اليوم بسوريا؟ ما فيك تقول قرار ضمير، لا، أنا اللي شفته شايفه، وبال 2012 أنا قلت القصة بدي 10 سنين، ولهلا برجع بقول باقي له سنة، يعني من 10 سنين، من 9 سنين قلت الكارثة السورية عمرها 10 سنين لتبدأ تنحط على السكة، وهلا بعد سنة بتبدأ تنحط على السكة، بس هذا قرار ضمير، وقت اللي ضميرك بينفجر مع الناس ما فيك تقول إنه والله لا أنا ضميري بدي وقفه. فبالتالي لو كل يوم رجع شاف، وأنا بقول لك أنا حدا محكوم الإعدام ومصادر كل ما أملك، ورغم ذلك كل يوم مستعد أرجع عيد نفس الحدث. الرغبة أو مو الرغبة، خلينا نقول شعور الانتصار على ذاتك اللي جواتك بكفي. العلاقة بينك وبين أخوك مناف ممتازة. مناف أخي عسكري وأنا مدني. وعندك أي طموح سياسي كان السبب وراء انشقاقك مثل ما قيل ببعض؟ لا، عندي طموح سياسي كمنصب، لا، عندي طموح سياسي بلعب دور من خلف الكواليس. اي نعم، انا عم اسس حزب هلا، حزب ليبرالي، لانه انا ارى سوريا ليبراليه بالمستقبل، يعني ارى سوريا بانه والله شبابي بيهتم بالزراعه، بالصناعه، بالامور العلميه، بالجامعات، هيك بشوف سوريا. فانا اقصى طموحي باني اكون، خلينا نقول، زعيم كتله نيابيه، قد اكون فيها نائب او قد لا اكون نائب، بس انه الحزب يلي عم اسسه انا ومجموعه موجودين بالبرلمان السوري. هذا الموضوع يقال ايضا انه فراس تلاس يتعامل مع اجهزه مخابرات اوروبيه وامريكيه وغربيه، وهو اليوم حكم المعارض لهذا النظام، انما هذا يعطي، اولا تتعامل مع هذه اجهزه الاستخبارات؟ ايه طبعا عادي، انت بسوريا وانا سوري رجل اعمال ومسيس. بس لا يغذي هذا نظريه المؤامره التي يتحدث عنها بشار الاسد؟ في مؤامره بلا شك، في مؤامره على سوريا، بس المؤامره هي دوليه، وعنصر السوري هو بشار الاسد، المؤامره على سوريا وشعبها وليست على بشار الاسد، مو على النظام السوري، لا، المؤامره لتدمير سوريا شعبا وارضا، وعنصرها الرئيسي المنفذ على الارض هو بشار الاسد، عبر علاقة نسجوها معه عبر عشرات السنين، سواء كان يعلم بأنه عم ينفذ المؤامرة أو لا يعلم، لا هو بيعرف أنه والله كل ما عملت هيك عم تدمر سوريا أكثر، إيه بدي أعمل. عندما يختلط بالغباء بيصير الشخص كارثي، وهي مشكلة بشار الأسد، أنه أنا بدي أدمر كل سوريا، معليش جكارة بالسوريين. طيب الحديث على نظرية المؤامرة، غالبا ما تتحدث عن نظرية المؤامرة إن كان الإيرانيين وإن كان السوريين وطبعا الميليشيات الإيرانية ومن ضمنها. خلينا نقول ما بسميها نظرية المؤامرة، يمكن بختلف عن الكل، لا، نظرية الحدث. الإيراني له حق يشتغل بسوريا هيك، الأمريكي له حق يشتغل بسوريا، النظام الأسد القاتل له حق يدافع عن حاله بوجهة نظره كقاتل، إنه أنا بدي أبقى قاتل. فأنا ما بنظر لمؤامرة، بنظر لحدث. نحن طيب لازم نشتغل بالحدث المعاكس. يعني إسقاط نظام الأسد يجب أن يتم ببرمجيات وبآلية عمل. نفس الشيء مشاركة الأمريكان لتفرجيهم أنه والله تعالوا نحن وياكم نتشارك المستقبل، ما نكون جزء من المؤامرة، هي أفضل منه، لأنه أنت عم تواجه حالة. نفس الشيء مع الأتراك، نفس الشيء مع الإيرانيين، نفس الشيء مع أي جهة، تعالوا نتعامل بخلينا نقول خبوا شيء ومنخبي شيء، وكل واحد بيعرف أنه الثاني مخبي عليه شيء. رابح شي. رابح يعني. رابح رابح تماما. كرجل أعمال يعكس تجربته بالأعمال على السياسة. طبعا. طيب هذا الكلام اليوم اللي حكينا فيه على المحور الممانع والذي بدأ بالحديث، يعني بشار الأسد ببداية الثورة كان تحدث عن وجود إرهابيين، إيران كرست وجودها بالداخل السوري تحت شعار محاربة الإرهاب، الروس اليوم تدخلوا بسوريا تحت شعار محاربة الإرهاب، حزب الله انتشر على الحدود اللبنانية السورية تحت شعار محاربة الإرهاب، أعلن حسن نصر الله الدخول إلى سوريا بال 2013 علنا تحت شعار أنه سنقاتل داعش قبل أن تأتي إلى وسط بيروت. هذا الكلام كله يتنافى مع معلومات أخرى تقول بأنه سوريا بمرحلة أو النظام السوري بمرحلة من المراحل هناك علاقة تربطه، كان مصنع
للتطرف بهذه المنطقة. وطبعا أنا لا أتبنى، ولكن يعني لا أنا بتبنى جزء، بس أنت يعني كشخص كان موجود داخل هذا النظام، هل كان في أي مظاهر تشير إلى هذا الموضوع بالفترة أول شيء يعني ما بعد 2000؟ أول شيء النظام من السبعينات مخترق التنظيمات الإسلامية، من الطليعة المقاتلة للإخوان مخترقهم بعضهم. يعني نص الاغتيالات اللي صارت بالسبعينات كانت تفيد النظام، نفذوها الطليعة المقاتلة الجزء اللي مرتبط بالنظام. هذا نحكي بالتاريخ، وبقيت هالعلاقة بقي ينتج نفس الشيء القاعدة، نفس الشيء بأفغانستان، نفس الشيء بعدين وقت اللي بلشت بالعراق، وخاصة المزاج البوشي أو مزاج ديكشيني كان مع الإكمال على سوريا. فبدأ النظام استخدم كل مخالبه الجهادية، وبدأ عبر مشايخ ورجال دين معروفين ومرتبطين فيه جوا وبرا باستدراج وبتعاون مع أجهزة استخباراتية دولية على فكرة بدأ تخلص من جهاديين، فبالتالي صاروا أئمة الجوامع. تعال بدك تروح تقاتل الأمريكان بالعراق، تعال نحن بنأمن لك بطاقة الطيارة على مرأى من سوريا، على مرأى من أجهزة الأمن السورية، على مو بس على مرأى بتخطيط وتنسيق، بس على مرأى من أجهزة الأمن الأوروبية والجزائرية والتونسية والمصرية بقناعاتهم كأجهزة أمن أنه أخلص منهم يروحوا يموتوا بالعراق، ليش تعملوا لي مشاكل عندي؟ فبالتالي كل جهادي صاروا يدفشوا روح العراق، مر بسوريا عود 15 يوم كوريدور، كوريدور جهادي وروح على العراق، طبعا مع يعملوا الداتا، يعملوا الأسماء، جوازات سفر، مين أخذهم، مين موجودين بالعراق عبر أي مهربين، مشان يتموا عم يتابعون. هي بال 2004 كان غاية النظام، بال 2000 وآخر 2003 2004 تصدير المتطرفين العراق قبل ما يجوا العراقيين لعندهم، يعني أنه أربك الأمريكان بالعراق بحيث أنه يلتهوا عن القدوم لسوريا. وكان في تعاون إيراني سوري كبير جدا. بعد اغتيال الحريري والعين الحمراء اللي صارت وتضييق الخناق على النظام، ارتأى أنه طيب عنا هدول كنز خلينا نفعلهم أكثر، فزادت العمليات الإرهابية القتالية ضد الأمريكان 10 أضعاف بين 2005 و 2004، وصار عبارة إما تفجير عبوات أو ضرب بالقوازف أو اغتيالات أو شيء. يعني عدد الأمريكان اللي ماتوا بال 2005 وأوائل 2006 10 أضعاف اللي ماتوا بالحرب أو بالأشهر اللي تلتها. طبعا تم تسريب، هي أنا بسميها دائما الوشوشات، أنه حكوا مع النظام السوري عندهم حل بيعرفوهم، فبلشوا. بعدين جاء وفد أمريكي وقعد أشهر بسوريا أنه نحن منتفق، بترخونا، بتريحونا من محكمة الحريري، ما فينا نلغي محكمة الحريري. كيف يريحون؟ يعني بتريحونا من محكمة الحريري الأمريكان، أنه ما فينا نلغي محكمة الحريري بس فينا نموتها. نتم مطولة وننزع أي شيء جرمي أو اتهامي بحقكم خلاص، وعطوهم طبعا النظام وفق معرفتي ومن ضابط أمن كان على علاقة بهذا الملف اللي سلمناهم حوالي 3500 اسم لمصري وعراقي وأردني وسوري وجزائري وتونسي وأجنبي سلمناهم هنا الأمريكان مع أماكن تواجدهم، وتم في منهم تحقق في منهم بسوريا، جابوه من العراق على سوريا، في منهم أخذوه على الأردن، يسموها السجون السرية للأمريكان، يعني منها سجون سرية، سجون باتفاقيات بسوريا، بالأردن، بالمغرب، ببولونيا، بكثير بلاد. طبعا صار فضائح على حول هذا الموضوع. فهون الأمريكان، حتى أنت بتكون أمريكي أو الأكثر ليبرالية، بيطلع أنه أنا بيهمني ما يموت أمريكي، مو أنه والله يموتوا 1000 أو يموت 100، طب خلاص الحريري تم اغتياله وخلصت القصة، طيب أنا بطويها. وتم طي اغتيال أو محكمة اغتيال الحريري، وتمت الصفقة إبقاء النظام دعمه وفتح الأبواب مرة تانية أوروبيا، وبلشت بفرنسا طبعا، تركيا وقطريا، و رجع النظام على الساحة. خلينا يعني قبل الاستمرار بموضوع الإرهاب والمتطرفين وداعش، بس خطر على بالي سؤال، بفترة ما بعد 2005 وبعد خروج السوريين من لبنان كان في سلسلة اغتيالات وصلت لعام 2013، هل أي علاقة للنظام السوري فيها؟ كان بعده النظام السوري موجود بلبنان ولهلأته قادر ينفذ أي اغتيال موجود، بينفذها عبر رجاله ولا بده موافقة اليوم صار من حزب الله؟ لا بينفذها عبر رجاله، لا ما بينفذها عبر رجاله. وقضية قصة ميشيل سماحة لحالة معيار مهم كيف بيفكر هذا النظام السياسي، وكان بمرحلة وزير حتى خلاه يحمل متفجرات. بس يعني اللي ما أقصده هو اليوم بشار الأسد لا يمون، بدأنا الحديث أنه اليوم
بشار الأسد أو الإيرانيين صاروا يتعاملوا بشكل سلطوي على بشار الأسد. هل يمكن لبشار الأسد أو للنظام السوري اليوم أن يرتكب أي شيء بلبنان بعد 2005 بدون موافقة من الإيراني وحزب الله؟ طبعا، ولهلا مو بعد 2005، لهلا طبعا بيقدر، عنده ناسه، عنده ناسه التابعين مباشرة لمخابراته، سواء لبنانيين أو سوريين موجودين بلبنان أو من غير جنسيات. يعني نظام مزروع مثل ما بيقولوا زارع عيون وآذان، وأحيانا بمبالغ زهيدة، بس خلص مرتبطين هن بهذا النظام، وبيعرفوا حالهم أنه والله إذا بعدوا عنه قد يقتلهم أو غيره يقتلهم، فهو حاميهم وعايشين. يعني هيك كان بين المزدوجين اجى السؤال على بالي. كنا عم نحكي على موضوع داعش، بس انه خليني اقرأ اسمك ارتبط بقضية لفارج وتمويل متطرفين وارهابيين من مصر وداعش. اول شيء حضرتك كنت مسؤول لفارج بشمال سوريا، كنت على بينة بوصول الاموال لعناصر ارهابية، او كما قيل كمان انه انت اوصلت لهم تحت مظله ضرورات الميدان لحسن سير العمل. شو صحيح هالكلام وشو تفاصيله؟ اول شيء انا ما كنت ادير لافارج، انا شريك للافارج، بس كوني الشريك المحلي فبالتالي مسؤول عن كثير اعمال محليه. وقت اللي كنا نعطي اموال للحواجز، لكل الحواجز كانت كلياتها اما بيدي اكراد يلي هلا حلفاء الغرب، او جيش حر. هلا في بعض الفصائل من الجيش الحر نعم نعرف انه بعدين راحت لداعش، بس نحن كنا نمولها لأنه كانت مستلمة الطريق وهي جيش حر وليست وهي داعش. إذا بتمول خلينا نقول سين من الناس أنت بتعطيه، وكان هو طالب عطيه منحة، وأنت بعد ما وقفت له المنحة هو تحول لإرهابي. هل أنت مولته ليكون إرهابي؟ لا، أنت مولته عم يدرس، ما مولته وقت اللي صار إرهابي. فنحن نعم لافارش كانت تعطي لكثير من الفصائل الجيش الحر المسلمين الحواجز، كان إذا بدك الدفع يتم عبر السيارات أو عبر مندوب للحواجز فقط مشان يتم مرور الإسمنت. وقت اللي إجت داعش، الخطأ اللي أخطأته الشركة لافارج، ما لي أي علاقة، رغم أنه أنا ناصحهم بأنه ما لكم علاقة بالتعامل معهم، صارت تشتري مادة البوزولانو من مناجم تسيطر عليها داعش عبر تجار، بس هي معروفة أنه هالمناجم تسيطر عليها داعش، ومن هون القضاء الفرنسي فتح القضية. وين هلأ اسمك بهذه القضية؟ ما يزال موجود القضية، بس القضية خلص مثل ما بيقولوا بردت جدا، لأنه كل ما عم تتفصفص أنه ما في قضية كبيرة، ما في مبالغ كبيرة عطتها لافارج للفصائل اللي صارت داعش، بالتالي بيتم القضاء. كبر كثير كثير القضية، لأنه كان بوقت اللي فتحها كان الإعلام كثير مسلط على داعش، بعدين كل ما يطلع القاضي بيلاقي أنه لا، القصة كثير صغيرة وتكبرت كثير إعلاميا، عم تموت خلينا نقول، أو لو ما عم تموت عم تبرد. يعني اليوم سوريا دخلت عام 11 على الثورة التي تحولت إلى حرب، في عنا طبعا حرب من النظام على شعبه، أو مع الوجود حتى أنا هيك وصفها صحيح. في بهذه الجزئية تحديدا من يستغرب أو يستبعد أي مستقبل بالقريب المنظور مشرق لسوريا. برأيك سوريا إلى أين؟ سوريا إلى أين؟ إذا بقيت هيك إلى العتم، إلى العتم، لأنه كل بلد إلى مخطط وكل بلد إلى مصلحة وإلى مشروع. بس بنعمل شيء لسوريا؟ أي نعم بنعمل شيء لسوريا، بنعمل سواء مجموعة من السوريين تحط خارطة طريق كاملة يكون لكل الدول الموجودة بالمشهد السوري جزء من الربح جزء من الخسارة، بس الأهم شيء يكون للشعب السوري ربح مستقبلي وليس ربح آني، لأنه الوضع كارثي. هذا سيناريو، وطبعا مع إقناع الدول بإجراء انتخابات نيابية بإشراف دولي سواء كان بشار الأسد أو ما كان موجود، بس المجلس النيابي الذي سيأتي هو من سيحكم الحكومة، وبالتالي هو من سيحكم الأرض. بشار الأسد بيحكم الأجهزة الأمنية، ما بيحكم الجيش، الجيش بيحكموا الروس والإيرانيين، وأصلا صار كثير صغير الجيش السوري. فهذا سيناريو، مجموعة من السوريين بتشتغل على خارطة الطريق وتقنع الدول الكبرى بأنه مصالحك هون مصالحك هون مصالحك هون، وهي مصالحنا. يعني الكل سيخسر قليلا والكل سيربح كثيرا مستقبلا، الكل بقصد الشعب السوري والدول المتداخلة بالشأن السوري. هذا سيناريو. السيناريو الثاني اللي أجمل أنا بلاقيه أو أسهل، مجلس عسكري من المنشقين بالتعاون مع
كل الضباط المنشقين وبتخطيط وتنسيق سري مع ضباط من النظام، وبنفس الوقت على التوازي الروسي عنه عن مجلس استشاري عسكري مسمى روسيا، بيكون القرار العسكري بإيده. بعدين الروس الأتراك الأمريكان بيعلنوا عن دمج المجلسين. على التوازي طبعا بيكون في حكومة انتقالية وهيئة انتخابية كبرى تشرف على انتخابات نيابية. بالنهاية لازم نوصل لانتخابات نيابية حقيقية بإشراف دولي للسوريين برا وجوا. بعد سنة سنتين ثلاثة هون بتبلش سوريا تنحط على الخط. الحكومة التي تأتي هي اللي بتشتغل بالنقاش مع الأمريكان مشان إعطاء الأكراد حقوقهم، بالتالي يعودوا سوريين لأنه هن الأكراد سوريين خاصة الموجودين بالشمال الشرقي. نفس الشيء الشمال الغربي له وضع خاص، يجب ترتيب الوضع مع تركيا لأنه جزء منه تترك، فبالتالي يجب الوضع وضع الخاص مع تركيا. يجب العمل مع دول الخليج على برنامج أنه ليش أنتوا بعدتوا عن المشهد، ليش تركتوا المشهد لإيران، فبالتالي دول الخليج بترجع. شرعنت الوجود الروسي والأمريكي والتركي عبر اتفاقيات دولية وقواعد، وأنا إذا بدك بزاود وبروح كتير كتير لبعيد بقول أنا بشرعن الوجود الإيراني اللا عسكري. اسحبوا عسكركم، عندكم هون حسينيات، عندكم جامعات، خلينا نعملها قانونيا مع الدولة مع الحكومة. فبالتالي الوجود الإيراني بيضمحل بيضمحل بيضمحل. بس هل تقبل وليبقى إيران؟ وليبقى موجودا. هل تقبل إيران؟ يعني اليوم اللي عنده مشروع توسعي وكان عم يبحث على سيطرة، اليوم المشروع الروسي كتب كثيرا عنه على أنه هو مشروع اقتصادي وموازين قوة دولية بالداخل السوري عبر الداخل السوري. المشروع الأمريكي مرتبط بالوجود بالمنطقة، ولكن في مشروع مضاد هو المشروع الإيراني التوسعي الذي يريد أن يهيمن على المنطقة، وليس على سوريا فقط، يهيمن على المنطقة كلها تماما وعلى عواصم الدول العربية. هل تقبل إيران اليوم بما إيران ما رح تقبل دغري؟ بس وقت اللي بتكون أنت بلشت يكون عندك حكومة حقيقية، ويكون عندك طبعا بهالحكومة الحقيقية في عندك قوة كامنة عم تخطط لمستقبل سوريا والمصلحة السورية، وهي مسنودة دوليا، هي بتجي لإيران بتبلش تشتغل بإيران، بتبلش تغير المزاج العام بسوريا ضد إيران، بتبلش تقعد مع الإيرانيين حتى وتناقش معهم تعوا إنه أنتوا شو بدكم بسوريا عسكريا، بتبلش تشتغل فيهم عسكريا بس بهدوء ونعومة، مو بظاهر، مستندة على دعم أمريكي ودعم روسي ورضا إسرائيل. في براعم لهالسيناريوين بلشت تظهر؟ خبأي خبأي دائما، كيف بتزرع الحبوب انت بتكون لساتها تحت الارض، بتكون هيك شفتها بلشت تتنبز، بده يكون كثير عندك نظر لتشوفها بلشت تتنبز. في سوريين عم يشتغلوا لمصلحه سوريا. نعم، شكرا كثير على هذه المقابله. شكرا لك أخي. شكرا مشاهدينا على وقتكم في هذه المقابله مع الاستاذ فراس طلاس نجل وزير دفاع الاسبق مصطفى طلاس.